افتتح سعادة السيد صباح سالم الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الفرع الثاني لمجموعة الهرم السعودية للاستيراد والتصدير في منطقتي المعامير لتمضي المجموعة نحو زيادة حجم استثماراتها في البحرين لتصل إلى 150 مليون دولار أمريكي عبر تشييد فروع أخرى لها في مايو المقبل. بعد نجاح فرعها الأول في المملكة وتحديدا بمنطقة الجنبية، سارعت مجموعة الهرم السعودية للاستيراد والتصدير باعتبارها واحدة من كبرى الشركات السعودية التي تستحوذ على نسبة 60% من قطاع تجزئة الملابس في الشقيقة الكبرى. سارعت إلى التعويل ثانية على البيئة الاستثمارية الرحبة التي تتميز بها البحرين عبر افتتاح مشروعها التجاري الثاني في منطقة المعامير على مساحة بناء بلغت 10,000 متر مربع. حق أصحاب المشروع العظيم الكبير إن شاء الله الذي ساهموا في دفع عجلة الانتاج في البحرين والاقتصاد ومنح أبناء البحرين العمل لديهم. العدد الموجود في المشروع الأولي كان تقريبا 50 وحين موجود 56، وهذا أكيد يدل على تعاونهم مع الوزارة. مشروع يأتي ضمن قافلة المشاريع التي تنوي الشركة وعبر خطتها التوسعية إلى إقامتها في المستقبل القريب، الأمر الذي سينتج عنه زيادة كبيرة في حجم استثماراتها داخل المملكة لتبلغ ما يزيد عن 150 مليون دولار أمريكي. هو طبعا هدفنا الأساسي بالنسبة لزيادة بالإضافة لزيادة الاستثمارات، الهدف الأساسي كذلك هو توظيف الشباب البحريني من الجنسين نسبة لأهمية ذلك. حاليا احنا يمكن بنكون الشركة الأكبر في توظيف أكبر قطاع موزع على أكثر من 3 وظائف في مكان 4 وظائف في مكان واحد. عوائد تجارية بالجملة بانت ملامحها مع قيام هذا المشروع جاءت ملبية لطموحات القطاع الاقتصادي في المملكة وتنشيط حركته أكثر فأكثر، ليترتب على ذلك بالدرجة الأولى توفير فرص عمل للمواطنين. فالمجموعة حرصت من خلال قيام مجمع الهرم الجديد على توظيف 50 بحرينيا من كلا الجنسين، طامحة إلى زيادة هذا العدد عبر تدشين فروعها الأخرى المقبلة ليصل إلى أكثر من 200 موظف بحريني. الحمد لله وظيفة شركة الهرم وفرت لنا أشغال وتناسب طموحاتنا، وانصح الشباب البحريني إن شاء الله الاختلاط في مثل هذه الوظائف وإن شاء الله يحصلون البادرة اللي هم يتمنونها يا رب. عن طريق تقييم وتقدير شركة الهرم وإعطائنا الثقة بالنفس صراحة وتقدير كل جهد موظف بحريني في شركتها فوق التصور صراحة. أصحاب الحلال كانوا جدا لطاف معنا، هدفهم الرئيسي هو توظيف البحرينيين، في عندنا أكثر من 180 موظف بحريني وبحرينية ودائما وقفوا ويانا من الأول من البداية إلى النهاية. مركز تجاري ضخم روعيت في بنائه أرقى التصاميم المعمارية العالمية المحاكية أيضا لجميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ليضم العديد من المرافق والتسهيلات للمستهلكين مثل المقاهي ومحلات المأكولات والمشروبات وساحة لألعاب الأطفال. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.